مورنينج جود ايفنينج جود افتر نون نون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا المقطع يا اخوان اريد ان يكون مقطع تحفيزي لكم. انا صراحة لم ارسم، عندما اقول الرسم اي اعني ديجيتال ارت، اي ان ارسم واقوم بتلوين وهذه الاشياء، اقوم بالبيكسل ارت، والبيكسل ارت مشابه تقريبا للديجيتال ارت او الرسم العادي، لكن لم ارسم شيء كامل، فهمت ولا وانت وكل شيء لمدة عام، واغلبية الاوقات اقوم فقط بالتدريب على الاساسيات و 90% أو 100% من وقتي كله بيكسل آرت. لذلك بيكسل آرت تحسن بشكل كبير في البيكسل آرت، لكن رجعت أتعلم للرسم لكي أطور نفسي أكثر في الأنيميشن والكثير من الأشياء، خصوصا برسبكتيف وهذه الأشياء، لأنها جد مهمة إذا كنت تريد أن تطور من مستوى عملك وتصل لمستوى عالي جدا. لذلك قمت برسم هذه الرسمة، رسمتها في تقريبا ساعة ونصف أو شيء كهذا، لأن لم أصل بعد لمستوى عالي من الرسم لكي أرسم بسرعة، لا أقصد ساعتين تقريبا. هناك أشخاص يمكن أن يرسم رسمة مثل هذه، لأن ليس تفاصيل ليست عالية جدا، تفاصيل ليست خارقة، لذلك هناك أشخاص يمكنهم أن يرسموا مثل هذه الرسمة في 45 دقيقة أو ساعة فقط. سويا يا إخوان، شكرا على المشاهدة وتابعوا المقطع، أريد فقط أن يكون تحفيزي لكم، أن يحفزكم لكي ترسموا أيضا. good luck وضع لايك.
Thank you.
Don't forget to like, comment, and subscribe.